نرحب بكم أعزائي الطلاب في لقائنا الرابع في مادة أحكام الوارثين بعنوان حساب مسائل الفرائض بعنوان المناسخات. ينبغي عليك عزيزي الطالب بعد دراسة هذا اللقاء أن تعرف أن تعرف المناسخات لغة واصطلاحا، أن تميز بين حالات المناسخات المتعددة، أن تشرح كل حالة من حالات المناسخات الثلاث وتطبق عليها بالأمثلة. خارطة لقائنا اليوم، سنأخذ في هذا اللقاء تعريف المناسخات، شروطها، أحوال المناسخات والصورة، وأمثلة معينة على فهم هذا اللقاء. نأتي أولا إلى تعريف المناسخات. مفاعلة من النسخ، وقيل هي الإزالة، وقيل التغيير، وقيل النقل، فيقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الرياح آثار الديار أي غيرتها، ونسخت الكتاب أي نقلت ما فيه من موضع إلى موضع آخر. إذن هذه هي تعريفات اللغوية عند علماء اللغة للمناسخات. ننتقل إلى تعريف أو التعريف الاصطلاحي لدى علماء المواريث أو علماء الفقه. قال أن يموت شخص وقبل أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد وأكثر. إذن هذا التعريف الأول، يعني أنه مات مثلا شخص أو هلك عن 10 أبناء مثلا، ثم مات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس قبل قسمة التركة، إذن ثم بعد ذلك تقسم التركة في وقت آخر. وعرفه آخر قال هي انتقال ملك بعض التركة، ملك بعض التركة من وارث إلى آخر قبل قسمتها. فهنا انتقل المال من الأب إلى الأبناء قبل أن يقسم بين الأبناء الباقين، وهذه هي المناسخات، وهو أن يكون هناك أكثر من ميت ولا تقسم التركة إلا بعد موت اثنين أو ثلاثة أو أربعة. ما المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف ماذا الاصطلاحي؟ قلنا هنا قلنا أنه الإزالة أو التغيير أو النقل. إن المال لما انتقل من وارث إلى وارث آخر، يعني ينتقل من الخمسة الميتين الأوائل إلى الخمسة المتبقين من العشرة قبل أن يقسم التركة، فسمي انتقالا. فقد تحقق بذلك أحد المعاني اللغوية للنسخ، وهو ماذا النقل. وكذلك لما كانت الجامعة، لأنه عندي مسألة الميت الأول ورثته، ومسألة الميت الثاني ورثته، ومسألة الميت الثالث، فقد يتغير نصيب الميت ورثة الميت الأول في المسألة الأولى إلى الثانية، فهذا يسمى ماذا التغيير والإزالة. فهذا أيضا تطابق معه التعريف الثاني من تعريف اللغوية. وكذلك لما كانت الجامعة في مسائل المناسخات مزيلة ومغيرة حكم المسائل التي قبلها، فقد تعقق فيها معنى آخر للنسخ، ألا وهو الإزالة والتغيير. وهذه هي المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الإصلاحي، أنه ينقل نصيب ميت وارث إلى وارث آخر قبل أن يقسم التركة، وأيضا أنه يتغير نصيبه من مسألة إلى مسألة. فتقريبا هذا هو المناسبة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. نأتي الآن إلى شروط تحقق المناسخات. لكي تتحقق المناسخات في المواريث، لابد هناك وضع علماء الفقه عدة علماء الفرائض عدة شروط. أولا أن لا يقسم مال الميت الأول حتى يموت من الورثة واحد أو اثنين أو أكثر. إذن لا تقسم التركة حتى يكون هناك أكثر من ميت، إذن هذا هو الشرط الأول ولابد أن يتحقق. الشرط الثاني أن يعلم ترتيب موتهم، فإن جهل الترتيب في المسألة من باب الغرق والهدمة. فمثلا أن يعرف أنه مات الأب ثم مات الابن الأول أو الثاني أو الثالث، لكن لو ماتوا في حادثة واحدة جميعا ولم نعرف من مات منهم، فهنا لا تتحقق أيضا الميراث بالمناسخة أو بالمناسخات. الشرط الثالث وهو أن يكون لهم مال موروث، يعني قد يموت واحد، قد يموت أب أو أم مثلا وتركت أبناء، ثم مات الأول والثاني والثالث ولديها مثلا خمسة من الأبناء قبل قسمة التركة، لكن هذه الأم فقيرة ليس لديها مال، فهنا نقول لا ميراث لعدم وجود المال. إذن لابد أن يتوفر الشرط الثالث، وهو أن يكون لهم مال موروث، أي أن الميت يترك مالا لورثته. الشرط الرابع أن يكون لهم ورثة أحياء، فإن لم يوجد ورثة فالتركة لبيت مال المسلمين، يعني أن يموت شخص
ويترك أبناء أو يترك إخوة أو يترك أعماما أو يترك بناتا، لكن عذرا ولا يترك أحدا ولديه مال، فهنا لا يوجد لديه ورثة أحياء، فينتقل المال لبيت مال المسلمين ولا منسخة هنا. إذا لابد أن نتحقق الأربع شروط حتى يكون هناك ميراث في مسائل المناسخات. وقلنا هو الشرط الأول أن لا يقسم مال الميت الأول حتى يموت من ورثة واحد أو أكثر، أن يعلم ترتيب موتهم، فإن جهل الترتيب فهي من باب الغرقى والهدمة، وسوف نأخذ ذلك في محاضرة لاحقة، وهو أن الغرقى والحرقى والهدمة هؤلاء لا يرث بعضهم بعضا لعدم معرفتنا من مات أولا فمن يرث ومن لا يرث. الشرط الثالث أن يكون لهم مال موروث، أي أن يترك الميت مالا لورثته، فإذا لم يكن فإذا كان فقيرا ولا يوجد لديه مال فلا ميراث هنا في مسائل ماذا؟ المناسخات لعدم وجود المال. الشرط الثالث أن يكون لهم ورثة أحياء، فإذا لم يوجد له ورثة وكان غنيا ولديه مال فيرد المال لبيت مال المسلمين ولا مناسخة هنا. إذن لابد من تحقق هذه الأربع شروط حتى يكون هناك مسائل مناسخات. للمناسخة ثلاثة أحوال كما قال علماء الموارث. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم منهم، وأيضا بعضهم قال وليس معهم غيرهم. مثال ذلك، مات رجل وترك مثلا خمس بنات مثلا، فماتت الأولى ثم ماتت الثانية وبقي معه ثلاث بنات، فهنا نلاحظ أنه لا نعتبر الميت الأول والثاني ونقسم بقية المال بين الثلاث الميتين، وهؤلاء وجودهم كعدهم لأنه هم بقية ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم منهم، ولا مشكلة في ذلك. إذن هذه الحالة الأولى من أحوال المناسخات، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم منهم، وسنوضح ذلك بالأمثلة. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت بعد الأول لا يرثون غيره، أي لا يرثون إلا من ميت فقط. وفي حضرة اليوم سنأخذ هذه الحالة الأولى والحالة الثانية، وسنؤجل الحالة الثالثة إلى المحاضرة الخامسة، وهو أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، فهذه الحالة جمعت بين الحالة الأولى وجمعت بين الحالة الثانية. نأتي إلى الحالة الأولى حتى نوضحها أكثر. فالحالة الأولى قال أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول وكذا الثالث والرابع، فما زاد مع تساوي إرثهم منهما أو منهم، كأن يرث بعضهم بعضا بالتعصيب أو بالفرض، وهذه لها عدة صور سنوضحها الآن. الصورة الأولى أن يرثوا من الميتين بالتعصيب المحض، مثلا مات شخص وترك مثلا سبعة من الأعمام ثم مات منهم أربعة، مات أربعة ولم تقسم إيش التركة، ففي هؤلاء الأعمام كلهم يرثون إيش بالتعصيب المحض ولا يرثون بالفرض، ففي هذه الحالة نقسم المال بين الأعمام الباقين ألا وهم ثلاثة، ولا ننظر إلى الأربعة فوجودهم كعدهم، لأن هنا أن يرثوا الميتين بالتعصيب المحض. الصورة الثانية أن يرثوا منه أن يرث منهما بالتعصيب والفرض معا، يعني أن يكون الوارث يرث بالفرض وبالتعصيب أيضا، وسنبين ذلك بالأمثلة وشرحها. الحالة الثالثة وفي هاتين الصورتين ألا وهو الميراث بالتعصيب المحض أو الميراث بالتعصيب والفرض، في هاتين الصورتين يعد من مات بالأول كأنه غير موجود أصلا، فتقسم مسألة الميت الأول على من بقي كأنه مات عنهم فقط، وتسمى هذه الطريقة بالاختصار قبل العمل، وهذا أيضا سنوضحها في طريقة ماذا الاختصار في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. نأتي إلى هاتين الصورتين ألا وهو الميراث بالتعصيب المحض أو الميراث بالتعصيب الفرض، لها عدة شروط. الشرط الأول أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعدهم هم بقية ورثة الميت الأول،
يعني أن يكون هم ورثة الميت الأول. الشرط الثالث أن لا يختلف إرثه منهما أو منهم، فيبقى الميراث كما هو سواء كان بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب. الحالة الصورة الثانية من صورة الحالة الأولى، ألا وهي أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول، قال أن يرث الباقون من الميت الأول والثاني بالفرض فقط، ولا يتصور في هذه الحالة وجود أكثر من ميتين أيضا، ولها عدة صور سنأتي إلى شرحها. وشروط هذه الحالة أيضا الشرطان الأولان، وهو أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعدهم بقية ورثة الميت الأول، الشرط الثاني أن لا يختلف إرث منهم، وأيضا الشرط الثالث أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، يعني يكون هناك عول، وتكون مسألة الثاني غير عائلة في الأولى وتكون عائلة في الصورة الثانية بقدر ما نقص من نصيب الميت، وسنوضح ذلك بالأمثلة، فبالمثال يتضح المقال. أولا الصورة الأولى من الحالة الأولى، وهي التي أن يكون ورثة الميت الثاني بقية المرث الثاني أن يرث بالتعصيب المحض. فمثال الصورة الأولى تنفع عن 6 من الأبناء ثم تتابعوا بعده موتا، أي مات الأول ثم مات الثاني ثم مات الثالث قبل قسمة التركة ولم يبقى منهم إلا 3 بنين فقط. ففي هذه الحالة تقسم مسألة الميت الأول وهو الأب على هؤلاء الأبناء 3 بعدد رؤوسهم. ليش؟ لأنهم من جنس واحد. لو كانوا مختلطين ذكورا وإناثا لكان عدد أسهم كأنهما تعنهم فقط. وهذه الصورة عندي 3 من الأبناء، فالأول والثاني فعدد رؤوسهم يكون ماذا؟ أصل المسألة، ويتقاسمون الأبناء المال بينهم 3، فلكل ابن يأخذ ثلث ماذا؟ التركة، ويحصلون على التركة برمتها. وهؤلاء لم يرثوا بالفرض وإنما ورثوا بالتعصيب المحض، وهي الصورة الأولى كما قلنا للحالة الأولى من حالة ماذا؟ المناسخات. الصورة الثانية أن يرث منهما بالفرض والتعصيب، يعني يرث بالفرض يأخذ يرث بالفرض ويرث أيضا بالتعصيب. قال مثال الصورة الثانية، توفي عن 10 إخوة لأم، هلك هالك وترك 10 إخوة لأم، وهم في الحقيقة بنو عم لغير الأم، أي بنو عم شقيق، يعني أخ لأم، وأيضا هو ابن عم شقيق للمتوفي. فلاحظوا عن طريق الأخوة لأم لهم ماذا؟ يرث ماذا؟ الثلث لتعددهم، وعن طريق أبناء عم أيضا يرث بالتعصيب. ففي هذه الحالة هؤلاء جمعوا بين الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب. قال هنا توفي عن 10 إخوة لأم، هم بنو عم لغير أم، أي بنو عم شقيق أو الأب، فمات 6، إذن مات منهم 6 أبناء أو 6 إخوة ابن عم، فاعتبر الميت الأول كأنه مات عن الباقين فقط، يعني أنه مات الأب أو ترك أو مات الميت الأول وترك 4 إخوة، ولا ننظر للستة المتوفين من قبل. لماذا؟ لأن قال هنا، فهنا المفترض أنه يرثون ماذا؟ الثلث لتعددهم ولعدم وجود الحاجب. فأصل المسألة ماذا؟ 3 مقام المخرج أو الفرض الوحيد في المسألة. 3 نضعها فين؟ أمامهم. لكن نلاحظ أنه 3 أسهم عندي عدد رؤوسهم كم؟ 4، ولا يصح ولا يعتبر ولا يصح أن أقول لكل أخ لأم سهما إلا ربع. في هذا الحالة نضطر إلى تصحيح المسألة، عندي نأخذ عدد رؤوسهم، وهو ننظر أولا بين 3 عدد أسهمهم وعدد رؤوسهم ماذا؟ 4، فنرى أن بينها ماذا؟ تباين. نأخذ عدد الرؤوس ونضعه فين؟ على أصل المسألة، ونسميه جزء السهم كما قلنا سابقا، ثم نضرب 4 في 3 يكون ماذا؟ 12، هو ماذا؟ تصحيح وليس جامعة، عذرا هنا في خطأ، نقول ماذا؟ تصحيح أو مصح ماذا؟ المسألة، تصحيح ماذا؟ المسألة. ثم نضرب 3 في 4 كم؟ 12، فنقسمها على 4 لكل أخ لغير أم أخذ 3. فلاحظوا أنه هنا الأخوة لأم الذين هم في الأصل أيضا أبناء عم ورثوا عن طريق الأخوة الأم الثلث التركة، وورثوا الباقي عن طريق التعصيب، فورثوا بالفرض والرد. واختصارا لهذه المسألة ممكن أن نختصر هذه بعد العمل، فهنا عندي 12 تقبل القسم على كم؟ 3، ففيها 4، فممكن نختصرها إلى 4 ونقول لكل أخ أخذ ماذا؟ ربع ماذا؟ التركة، وهم 4 فأخذوا التركة برمتها. قال ويمكن اختصار المسألة بالنظر بين مصحها،
كما صح المسألة. إذن هنا خطأ وليس الجامع، وإنما صح المسألة 12، ونصيب كل وارث منها كم؟ 3، فإن بينهما توافق بالثلث، فهنا نأخذ الثلث ألا وهو 4، ثم نختصرها بعد العمل المسألة ونعطي لكل أخ لأم الذي هو في الحقيقة ابن عم لهذا الميت، فنقول ترد مصح المسألة إلى وفقها 4، وترد سهم كل وارث إلى وفقها ماذا؟ 1. وهذا اختصار يسمى بعد العمل، وسنتكلم عن الاختصار في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. نأتي إلى الحالة الأولى أيضا، أن يكون ورثة كل ميت بعده. الحالة الثانية من أحوال المناسخات، وهو أن يكون، إذا تكلمنا عن الحالة الأولى وهو أن يكون الحالة الأولى للمناسخات، وهي أن يكون ورثة الميت هم بقية ورثة الميت الثاني، وقلنا لها بثلاث حالات أو حالتان، الصورتان، الصورة الأولى أن يرثوا من الميتين بالتعصيب، أن يرثوا بالتعصيب والفرض المحض، الصورة الثانية أن يرثون من الميت والتعصيب معا. نأتي إلى الصورة الثالثة، وهو أن يكون ورثة كل لا يرثون غيره. قال هنا الصورة الثالثة أن يرث الباقون الميت الأول والثاني بالفرض، أن يكون إذن ضابطها هذه الحالة أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. شروطها: الشرط الأول أن يكون الأموات فيها أكثر من 2، أن يكون هنا عندي أكثر من ميت 2 3 4، أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته لا من ورثتي بعده، أي أنه كل ميت يرث من وارثه فقط ولا يرث من غيره. الشرط الثالث أن لا يرث الأموات الذين ماتوا بعد الأول من بعضهم بعضا، أن لا إذن يرث كل ميت من وارثه. الشرط الرابع أن يكون ورثة كل واحد بعد الأول لا يرثون من غيره. إذن هذه شروط الحالة الثانية من أحوال ماذا؟ المناسخات، وهو أن يكون ورثة كل ميت بعده الأول لا يرثون غيره. نأتي إلى الأمثلة في هذه المسألة، وهي توفي عن 4 أبناء، وقبل قسمة التركة مات الأول عن 4. إذن لاحظوا هنا، توفى الميت الأول وترك 4 من الأبناء، الابن الأول والابن الثاني والابن الثالث والابن ماذا؟ الرابع. فأصل المسألة عدد رؤوسهم لأنهم من جنس واحد، فكل واحد أخذ منهم ربع التركة. ثم توفى الثاني الميت الثاني وترك أيضا 4 أبناء، فأصل مسألته أيضا كم؟ 4، لكل ابن منهم ربع ماذا؟ التركة. ثم توفى الثالث، لاحظوا هذا الميت الثالث وهذا الميت الثاني، والميت الأول هو الذي ترك هؤلاء 4 الأبناء، الميت الثالث ترك 3 من الأبناء، الابن الأول والابن الثاني والابن الثالث. إذن أصل مسألتهم عدد رؤوسهم 3، لكل ابن ثلث التركة. ثم مات الميت الرابع، فهذه المسألة في عندي 4 أموات، هذا رقم 2 وهذا رقم 3 وهذا رقم 4 وهذا رقم ماذا؟ 1. فهذا الميت الرابع ترك ابنان، فنلاحظ أنه أصل مسألة يكون 2 عدد رؤوس الورثة، لكل واحد منهم نصف أو شطر ماذا؟ التركة. لعمل الجامعة هنا ننظر، قال يقول هنا المؤلف لمعرفة الجامعة في مسائل المناسخات، أنه ننظر، نضع المسألة الأولى كأنها أصل المسألة، ثم ننظر بين الفرق التي بعدها كأنها فرق. قال هنا أن تجعل مسألة للميت الأول احتاجت إلى تصحيح، ثم تجعل مسألة، أجعل ما تصح منه المسألة الأولى، هذا ما صحت منه المسألة الأولى كأصل للمسألة. قال لجميع المسائل التي بعدها، وما تصح منه المسائل الأخرى كأنهم ماذا؟ فرق. الفرقة الأولى، الفرقة الثانية مثلا، الفرقة ماذا؟ الثالثة. قال وسهام كل ميت من المسألة الأولى كنصيب ذلك الفريق، وتسلك فيه ما تسلك في تصحيح ماذا؟ الانكسار، أي ننظر بين سهام كل ميت من الأولى ومسألته. فنلاحظ الميت الأول هنا أو الميت الثاني ننظر بينه أصل مسألتي، هنا عندي الميت الثاني أصل مسألتي 4، وعدد أسهمي ماذا؟ 1، يعني بينهم ماذا؟ تباين. فنأخذ عدد إيش؟ نأخذ 4 ونسميها ماذا؟ المحفوظ الأول، لأنه بين عدد، بين أصل مسألة والأسهم ماذا؟ تباين. ثم ننظر إلى الميت الثالث، فنجد أنه أصل مسألتي كم؟ 3، وأسهمه كم؟ 1 أيضا في المسألة الأولى، فهنا أيضا بينهم ماذا؟ تباين. فنأخذ 3 هنا ونسميها محفوظ ماذا؟
ثاني. ثم ننظر بين أصل المسألة الميت الرابع وهي اثنين وعدد أسهمه كم، أيضا كم، واحد، فبينهم تباين، فنأخذ أيضا الاثنين أصل المسألة ونسميه محفوظ ماذا؟ ثاني. ثم ننظر بينهم بالنسب الأربع على وهي التماثل والتداخل، فنلاحظ أن الاثنين داخل فين؟ في الأربعة. فننظر إلى الثلاثة والأربعة بينهم ماذا؟ تباين. في هذه الحالة نضرب المحفوظ الثاني في المحفوظ الأول، ألا وهو ثلاثة في أربعة يساوي كم؟ ثلاثة في أربعة يساوي كم؟ 12. إذن نضع الـ 12 فين؟ على أصل المسألة الأولى لكي نضربها في المسألة الأولى حتى يعطينا مصلحة المسألة. ثم نقسم هنا، نرى هنا أربعة نضع عليها ثلاثة لأنه ثلاثة في أربعة 12، وهنا ثلاثة نضع أربعة، وهنا اثنين نضع الستة لأنه اثنين في ستة 12، حتى نضرب أسهم كل وارث في جزء السهم حتى يعطينا نصيبه من المسألة. فنضرب 12 في أربعة يساوي كم؟ 48، نسمي هنا الجامعة. ثم من كان له سهم أسهم هنا نضربها فين؟ في 12، فنلاحظ أن الابن الأخير هنا لم يتوفى، فنقول 1 في 12 بكم؟ يساوي 12. ثم ننظر إلى الميت ورثة الميت الثاني، فننظر أنه 1 في 3 بكم؟ بثلاثة، 1 في 3 أيضا بثلاثة، 1 في 3 بثلاثة كما هو. ثم ننظر إلى الميت الثالث الذي ترك ثلاثة أبناء، نضربهم في جزء السهم على أصل مسألته، فنضرب 1 في 4 4، 1 في 4 4، 1 في 4 4، لاحظوا. ثم ننظر إلى الميت الأخير ألا وهو الميت الرابع، ونضرب فنرى أنه معهم 1، وجزء السهم فوق أصل مسألته 6، نضرب 1 في 6 ب 6، 1 في 6 بكم؟ 6، إذن 12. نأتي إلى الجمع حتى نتأكد من المسألة، عندي 12 وعندي 3 15 و3 18 و3 21 و3 24 و4 28 و4 32 و4 كم؟ 36 و12 48، إذن المسألة صحيحة. فهنا أعطينا كل وارث واختصرنا أيضا الجامعات، لأن بعض علماء الموارث يقول المفترض أن نضع لكل الميت الأول والثاني جامعة ثم الميت الثالث جامعة، هنا اختصرنا أثناء العمل واختصرنا الجامعات بجامعة واحدة ختمنا بها هذه المسألة. نأتي إلى المثال الآخر في هذه المسألة. المثال هنا تقريبا يكون قد انتهينا بالمسألة الأخيرة والتي وضحنا فيها نصيب كل وارث. وفي ختام لقائنا الرابع أعزائي الطلاب، نذكركم ما أخذناه في هذا اللقاء. أخذنا تعريف المناسخات لغة واصطلاحا وشروطها وأحوال المناسخات وصورها وأمثلة معينة على فهم هذا اللقاء. يتم الرجوع أعزائي الطلاب إلى مرفقات اللقاء إلى موقع إدارة التعليم الإلكتروني للجامعة MS وأداء التكليف اللقاءات وإرسالها في موعد محدد لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.